يقول: في عام مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي، وكان حجنا إفراد، وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل، ونظرا لوجود نساء معي وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة الزحام، قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر، وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم، وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريبا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟ لم يبين في أيام التشريق أنه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل، فإن كان لليوم المقبل فرميه غير صحيح، وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فدية في مكة يتصدق بها على الفقراء. وأما إذا كان لليوم الماضي مثل أن يرمي الجمرات ليلة 12 ليوم 11 فلا بأس. جزاكم الله خيرا.